الممثل يورجوس هل هو تابعت مسلسل الموت بجزء الثالث؟ قد ما فيي عم تابع، لانه دائما بقول ما عندي روتين يومي دائما بالبيت، بس قد ما فيي عم جرب تابع يعني. ويعطيهم العافيه لانه عن جد مش بشهادتي يعني، بشهاده كل الناس، عمل ثالث جزء 30 حلقه كل جزء، دائما بتجدد، دائما بخليك هالقد متشوقه للاحداث يعني. كلهم عم بيعملوا شغل رائع، نادين جابر، فيليب اسمر، واكيد الممثلين كلهم عن جد بتحسي في شغله هيدي كثير مهمه بالممثلين، كلهم في باجاج ايموشنال يعني، معبين عاطفيا، في مشارجين عاطفيا، كله بتحسي معبى بدوره. هيدا قليل لتشوفيها، انه كل الكاست هيك بطريقه حلوه. يمكن ممثل واحد بيبقى هو بيعرف يعمل شغله، بس كل الدوزين راكب، كل الاحاسيس هالقد قويه، يعطيهم العافيه عن جد، بيشرفوا الاعمال اللبنانيه بهالقوه اللي عم بيقدموا فيها العمل. كل شو رايك بعوده ورد الخال للدراما بمسلسل الموت لاتي ودور كارما اللي مكسر الارض؟ هي ما غابت كثير ورد، بس كانت يعني فوتي لها بمسلسل ماشي تفوت بهالدور بهالقوه، ومبين شو عم تعمل يعني شغله. كمان ما في شيء بالمسلسل عم بيجيبوه ضعيف يعني، ورد فاتت وعبت المسلسل وعطيته زياده يعني، عطيته زياده عن زخمه بادائها، بالبرزنس اللي عملتها، وخاصه نادين كانت بالدور بطريقه حلوه، فيليب اكيد بيعرف ياخذهم. في تكامل بهذا العمل عن جد، في مثل هارموني ماشيه بين النص، بين الاخراج، وبين الممثلين كلهم سوا، شيء حلو. ورد جزء من هالمجموعه صارت وعطيت للمجموعه. تدعيها انها تكفي وما بقى ترغيب كثير؟ هيك ما في الا هيك يعني، ما في يحكي عن شيء انا بعمله. احلى واحد يرجع بعمل هيك وبهالقوه وبهالزخم، ولا يرجع بحي الله شيء. نتمنى دائما يكون في هيك اعمال، اوقات كلنا ما بيساعد لفتره، بس ما في الا بتمنى لها على طول لادوار تستاهل موهبتها وترجع بادوار هيك قويه، ان شاء الله دائما تلاقيهم. ما في ناس عم بيقنعك لهلا لحتى كمان نرجع نشوفك بهالقوه بالدراما؟ ان شاء الله ليه للنصوص اللي هيك، وقد ما فيي بضاين، لانه وقتها يتنفذوا نصوص ضعيفه بندم بعدين يعني، بنضحي نقول لا لازم اعمل شيء ولازم اشتغل ولازم، بس بعدني انتقائي لهلا وبجرب نقي، لانه بندم بعدين يعني اذا ما كان عمل هيك فيها التكامل. ان شاء الله خير. جمعك بالممثل جورج خباز من قبل عدد من الاعمال بين عبده وعبده وغيرها، عم بتتابعه بنار بالنار؟ اكيد اكيد. شو رايك بادائه ولو بينسال هالسؤال يعني؟ جورج ما راح احكي شهادتي مجروحه قلتها قبل، بين ادائه كمان، العمق اللي عم بيعطيه للدور، الابعاد اللي عم بيعطيها بتركيب الشخصيه وبالدور وبالاحاسيس. كمان عم جرب تابع قد ما فيي، عم جرب اخلق لحالي روتين مع انه ما عندي اياها ابدا، كمان لتابعه من محبه له ومن تقدير لشغله شو عم بيعمل كله. نار بالنار مش بس جورج يعني، كاريس بشار وعابد فهد وكل الكاس، ساشا يعني، ساشا عم تعمل شغل كثير حلو بكومبوزيشن منا هيك ابدا يلي بيعرفها لساشا، طارق تميم، زينة مكي، ما بدي انسى حدا لانه عن جد تقنين ادوارهم كمان عم بيلعبوا بعمق كثير حلو. يعطيهم العافيه، بنبسط انه هالقد الاعمال يعني، نار بالنار اكثر يعتبر مشترك، مع انه كمان للموت الممثلين كمان السوريين اللي مع الكاست اللبناني كمان عم يشتغلوا ادوار. اعمال مثل هيدي بتكبر القلب، حلوه للدراما عامه وللبنان خاصه، لانه عم يطلعوا من شركات انتاج لبنانيه. تواصلت مع جورج وباركت له على العمل؟ باركت له على السوشيال ميديا من بعد ما حكيت اول مره، اي ما بعد ما التقينا شخصيا، بس بيعرف رايي يعني. جورج من زمان، من وقت ما كنا بنساء في العاصفه وهلم جره يعني، ايه تاريخ انا وياه، مش ضروري هالقد بيعرف. بتحبوا انه ترجعوا تجتمعوا سوا بعمل كوميدي او درامي؟ الاثنين، واي نوت؟ ايه اكيد، ان شاء الله اذا في شيء بيركب هيك، دائما عم نحكي باشياء لقدام، ان شاء الله بتتنفذ.